مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر والعاجل بعدما كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يوم الاثنين عن خطة المغرب لرفع الحجر الصحي ما بعد 20 ماي الجاري، مشيرا الى ان الخروج منه اصعب من الدخول اليه لما في ذلك من تعقيدات واعتبارات. وقال العثماني في جلسة برلمانية مشتركة بين مجلس النواب والمستشارين إن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية إضافية لفترة إضافية مدتها 3 أسابيع، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة والكارثية التي قد يتسبب فيها رفع الحجر الصحي بالتزامن مع عيد الفطر، وهو ما من شأنه أن يهدم ما تم بناؤه بقوله: لا نريد العيد أن يتحول من فرح إلى طرح. وأعرب العثماني عن قلقه الكبير من كثرة البؤر التي تبرز بين الحين والآخر، والتي بلغ عددها 467 بؤرة، وخاصة بالذكر البؤر العائلية، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها جنبتنا ما بين 300 إلى 500 ألف إصابة مؤكدة، وما بين 9000 و 15000 وفاة، وما بين 4650 إلى 7700 من الإصابات التي تستلزم العناية المركزة، مضيفا أن المستشفيات ديالنا كانت غادي تغرق كونترا هذا الشيء. ويذكر أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالمغرب وصلت إلى 6930 حالة إخواني الكرام، بينما بلغ عدد حالة الوفيات 192 حالة إخواني الكرام. فهذا الإعلان الذي تم الإعلان عنه مطرًا لكون أنه لا يمكن المجازفة بتاتا بالمغرب من أجل أن كما أشرت إخواني الكرام، فنظرا لكون أن الحالة ستزداد سوءا إن تم رفع الحجر الصحي، هذا الشيء اللي خلى أنه يتم التفكير في تمديد حالة الطوارئ إلى 3 أسابيع أخرى. وهذا الشيء غادي يخول لنا إن شاء الله بأننا غادي نتجاوز هذه المرحلة عامة قريب إن شاء الله بأقل الخسائر، وهذا الشيء اللي بغينا ولله الحمد. كنتمنى منكم أنكم تزيدوا في الصبر ديالكم وتزيدوا ايضا في التضحية ديالكم من اجل الوطن، فرغم ان الكثير من الناس يعني كيعيشوا بعض الظروف المزرية، وايضا نظرا لاننا يعني مجموعة من الناس فقدوا العمل ديالهم ومبقاش عندهم ما ياكلوا، الا ان صراحة مصلحة الوطن فوق الجميع، فلا يمكن يا اخي ان تتم المجازفة بهذا الشكل. وبالتالي الناس اللي كيقولوا بان خاص يتم الرفع ديال الحجر الصحي، لا يا اخي، فربما يتم الرفع ديالو غادي نرجعوا لنقطة الصفر، وغادي يكونوا عندنا مجموعة من الوفيات ومجموعة من الاصابات كما شار العثماني. ف قد تجنبنا كارثة بكل المقاييس، إذ كانت ستكون هناك إصابات تقدر بين 3000 إلى 300 ألف إلى 500 ألف إصابة. وصراحة يعني هذا الشيء ماشي ديال اللعب إخواني، لأن الضرورة القصوى وأيضا الضرورة تقتضي بأن الناس يتم تمديد حالة الطوارئ حتى نتجاوز هذه المحنة التي نجتازها جميعا. وكنتمنى من الله تعالى وبركته أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الداء في أقرب وقت. فرجاء منكم إخواني لو بغيتوا يعني أنه ما يتمش تمديد مرة أخرى أنكم تلتزموا، راكم يعني الناس التزموا ديورهم وقللوا عنا الحالات، وهذه راه ما كناش غادي نوصلوا لهذه المرحلة، نقولها بصريح العبارة، ما كناش بتاتا يعني غادي نوصلوا لهذه المرحلة، وما كناش أيضا غادي توصل بنا الدرجة أننا نمدوا للمرة الثالثة على التوالي. وبالتالي فهذا الشيء راجع للتهور، راجع أيضا لمجموعة من المواطنين اللي باقي كيخرجوا، وكنتمناو أنهم الناس تكون عندهم واحد الروح ديال المسؤولية والجدية في التعامل يعني إخواني الكرام. فهذا الشيء اللي بغينا
اننا نتجاوزوه، خصكم تدخلوا لديوركم تلتزموا وديروا قواعد النظافه والسلامه الصحيه وتصبروا واحد 3 اسابيع اخرى ان شاء الله وغادي يكون خير ان شاء الله. الناس انها تزيد في الصبر ديالها وتزيد ايضا في التضحيه ديالها من اجل الوطن. اخواني الكرام، هذا هو الخبر الذي تم الاعلان عنه من طرف العود. كما قلت اخواني، فالجلسه التي جمعت اليوم بين الفرق البرلمانيه بما فيها مجلسي النواب والمستشارين، فالحكومه قررت تمديد حاله الطوارئ الصحيه فتره اضافيه ل3 اسابيع، وذلك تجنبا للعواقب الوخيمه والكارثيه التي قد يتسبب فيها رفع الحجر الصحي بالتزامن مع عيد الفطر. خصوصا اننا كنعرفون عيد الفطر كيكون فيه زحام وكيكثروا فيه الناس كيخرجوا من ديورهم، وبالتالي فهذا في مصلحه الوطن. على اي اخواني الكرام، نقول لكم المزيد من الصبر والمزيد من التضحيه حتى نتجاوز هذا الداء باذن الله تعالى وبركته، وكنتمنى ان الامور تكون باحسن حال في القادم من الايام. الى هنا نأتي على نهايه البث المباشر، دمتم في رعايه الله والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله.